يعني بأيام الحرب العراقية الإيرانية. يعني أتذكر الفرع بيه تليفون واحد لو اثنين، يعني أكثر شيء. يعني تقريبا طول بال طلعت الفلوس معنا، طلعت نص الفلوس تقريبا 10 سنوات هيك، وكل ما نراجع 6 شهور 3 شهور 4 شهور سنه اكثر يعطونا موعد ومنطينا وصل مستلمين وصل، بس نروح مثلا يجهزون تليفون الارضي حتى يجون يشدونا اياه، شو ما حصلنا. بعدين من اقربائي او اصدقائي خابرون نروح للجوارين نطير رقم، لكن يخابر عن طريق الجوارين، الجوارين هم يجي يقولون يا بترى قرايبك دي خابرين عليكم، يا ما عنده تليفون ارضي، هم بس الوحيد بالفرع دوم. بالنسبه لي انا كشخص عادي امتلك تليفون واحد، اما يعني مثل ما نقول اغلبيه الناس وحسب الحاله الماديه يقدر اخذ تليفون او تليفونين، وتطور التكنولوجيا ورخص الاجهزه هسه الحالي الالكتروني عادي يقدر اي شخص يمتلك 4 أجهزة 3 أجهزة، يعني اي شخص يقدر يشتري جهازين حسب حالته الماديه وحسب احتياجاته. يعني الاجهزه هذا العدة اعمال العدة شيء يقدر واحد يسوي شخصي، واحد للاعمال اللي يستخدمه به عادي، يعني مو شيء.